نديرو شويه معلومات. علاش انا قلت لك الدنيا ما تيقش فيها؟ الراجل البارح جا عندي تعشينا انا وياه، فطرنا كلينا شربنا نضنا نعسو، حطمو الراس الوساده مول الامانه دا امنتو. حتى الصباح عادي ناض وغسل وجهه وفطر شويه بحال. واش بغيتي يموتو؟ كون مات غنجي انا هنا. واكي ضر لكم معاك يوم مادة داك باقي نجي انا هنا دابا تشوفوني انا. حتى واشو باسي حتى النعاس راه موت صاحبك النعاس ماشي موتو. صافي مني تبدا تشخر راه عرف راه ميت، مني تجمع راسك راك حي. هادي هي الدنيا هي هادي. وبنادم يضحك شي شوية نقولوا رمضان جاي، فوت رمضان دابا جاي العيد، هاد العام الحولي راه غالي. عندك تصحابك داكشي كاين اللي كيشريها شي خروف صغير كاع فيها الجلده. المراه كتسرى في المراه حجاب المشيش دعينا الله. مشكله كان اللي يشري لك حليب 80000 باش نعرفوه ديال 80000 بصوت 80000. كان اللي يشري واحد الخروف ب 20000 باش نعرفوه الصوت كرجله. وكان لي شرا النعجة ب 3000 ما عدا تسنى. هذاك ما جراش تبعه الراسة. تبعه الراسة هي. تعرف هذيك النعجة ولا؟ والنهار مول العيد مول الحولي ديال 80000 ذبحو كيضرب برجليه شي ساعة ونص عادي مات. مول داك الخروف ذبحو شي نص ساعة خبط رجليه مشى. مول النعجة الله كاين مدير الجنوية مات هي بالخلع. هذاك اللي كلاحو لي ديال الله يعطيك العز والله ما تصحابني على العيالات ما يعطوه تريا. وهذاك اللي كلا الحولي ديال 80000 كلاه وجا القهوة دار رجل على رجل وشد النص نص. هذاك اللي كلا فداك الخروف ديال 20000 تا هو دار رجل على رجل. وقلت لكم الحولي ديال 20000 تا هو كلا انشاط مع راسو وجلس في القهوة. مول عجلة كلا زيتو صاد شعلات فيه العافية. الله ربي الله اجناوة كيدوي في كل شيء. لحق مول عجلة وما واحد مسكين شرا عتروس عتروس الناس كيدبحوه هو طلع عليه ركيزة ديال الضو. هم قابلوا هري هري وداز واحد شباني كيضحك قال له الناس جابوا ما يدبحوا انت جايب تريسيان يصوب الضو. عندي معلومات شويه ما دام الله واش شي حميد واحد مسكين ما عنده باش يشري واش دغيا كاسيطة كاملة شجلة باش اشجل في كاسيطة زعما راه شرا كيحط المسجلة في الشرجم كيورك على الكاسيطة تبقى غير باع النهار كامل وما بغا تسكت ما كان ما وقع ليها والو دايما كذب كتقول باع عقوبي عقوبي داروا شي 400 لواحد شري واحد الخروفة دقوا عليه قال له اكذب هادي قال لهم لا اسمع كاسيطة قال له هذا اللي عطيناك ذبحو وهذاك اللي عندك تموسك بيه خليه الموسك اخر لي حتى فوج ليه شويه وضحك ما دام سيدي ربي رشاد واش شي حميد غير شطنا بغينا نضحكوا شويه نفوجوا على الخطر وما دام الله صحابك كدي شي حاجه ولا اضحك شويه وفوج شويه ما اخر اموت لحق المش المش وجرانا حاشاكم الحمار شركوا البيع والشراء اش كيبيعوا ليمو كيبغي يدوق المش كيهز وحده المش كيضحك وبوسها الله يصاوب الايام ويقشرها يعطي النص الجرانه يشد هو النص الحمار بغى يدوق هز 7 كيلو دقه وحده دار فيها المش بحالو قال صافي قال الجرانه داكشي اللي غنديروا الفضل كلا هذا قالت له الجرانه واش غنديروا قال له نعزلوا بوحدنا نديروا بوحدنا ونتهناو عزلوا بوحدو اش داروا؟ داروا عرام ديال الليمون عزلوا على الحمار داروا عرام ديال الليمون طلعت الجرانه الفوق اش كتقول؟ شريو شريو زعما شريو شريو دق 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 زعما دوقوا شريو اش كيقول المش؟ 120 120 والناس كيجريو
ناس كيشريو شافهم الاحمر وحسدو ويدور جيتهم حامض 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 الحرام فيه الحسد دا شي حامي دار الضحك شي شويه وفوج وما ديم الله الرا ما تجري في الدنيا والو واحد عنده كات كات قرطة كات كات قرطة وقال الحجة الرجل حاج هو يقول الحجة شوفي قال لي غنديروا شي دورة نتساروا من هنا نضربوها لمراكش ونطلعوا ديريكت لقلميم ونطلعوا لطنطان ونرجعوا ندوزوا على البلاد ونخرجوا ديريكت على فيكيك ونخرجوا ديريكت لفيكيك ونخرجوا على وجه نطلعوا قالتهم مرتوخة واش كات كات شي شويه شير ليه واحد نقي لابس جليب زوينين نقي شير عليه ويقف لي حدا رجلي السلام عليكم في غادي قال لي غادي معاك لهاد الجهه قال له واخا نهزك شكون انت قال له انا 10 مليون ها قال له 10 مليون قال الحاج رجع له رجع الحاج له ركب حداها 10 مليون شاطريق شي شويه شير عليه واحد اخر وقف لي حدا رجلي شكون انت بحال هذاك ني قال له انا 100 مليون قال 10 مليون رجع حدا الحاج جلو ركب حداه 100 مليون شط طريق شي شويه بان لي واحد احسن من هذوك وقف لي حدا رجلي شكون انت قال له انا مليار ها مليار قال 100 مليون رجع له ارجع حدا الحاج 10 مليون له ارجعهم له ويركب حداه مليار شط طريق شي شويه شير عليه واحد بلاتي عقلو على الهضره فين وصلت مليات مليان مليار هو يشير ليه واحد اخر قال هذا ما نعرفش 20 مليار ولا شحال هذه ويقف لي حدا رجلي سلام عليكم السلام قال له شكون انت قال له انا هو الدين رمضان والصلاه والزكاه والعشر والحج قال له انت كتشوف مليار حدايا 10 مليون و 100 مليون والحاج اللور 5 اللي كتهزهم ما عندي فين ندير لك قال له الدين سير بحال وايش الطريق قال يا ربي ما لقاش بحال هذا زاد واحد شويه هو يشير عليه واحد اخر شافو نقي وقف لي حدا رجلي قال صافي هذه 100 مليار هذه ما فيهاش وقف لي حدا رجلي يلا وقف السلام عليكم سلام شكون انت قال له انا ملك الموت قال له ملك الموت قال له انت طوميل عمره ما عندي فين نهزك قال له انا اللي غنجمعك انا اللي غنجمعك دابا تيتسويت وفعلا ما كمل الضحك حتى لهي اش تعرف راه الدنيا هكاك غاديه الدنيا هكاك غاديه بشويه غاديه بش الدنيا بشويه وباش كيعجبونا العيالات ديال الفيلاجات بحال هكا زوينين تكون مرة كبرت كتقول لك الله يجعل البركة كبرنا وخدمنا وكلينا وشربنا دابا طلعوا البنات خليهم تاني يديروا شغلهم الله يسهل عليهم عيالات ديال برا أسير تشوف المدول الكبار بحال فاس مكناس كتكبر شي وحدة ما كترضاش ويلي والله لا تصحوا لحق ربي شوفوا جي كترتر يا مولانا يا سيدي ربي سبحان الله كنت هكا بحال الغزالة أنا وليت بحال الدين ويلي 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 الفضيحة هذه والله لا سحور والله لا سحور قد كدور شي شويه جات شي بنات البنات لابسين جيز مالك خالتي الناس بنتي راه انا كنت زوينه هكا كندير بالزين وداك مشكله وقعت لي كليت شي حاجه وشوفوا جي كثرت الناس شوف خالتي الا بغيتي تصاوب داك الشيء نديوك حنا نديوك تصاوبيه ولي وجهك هكا كيدير الناس يوديوني داوها فين داوها عند صحاب جميل صحاب الجميل عرفتي كيزيروا الشعر والوجه كيطلع زير يا ما تزير والوجه كيطلع بقى كيزيروا لي الشعر والوجه كيطلع حتى تقد الوجه هو هذاك واني عنده واحد تقبانه كتشوف مرايه كتلقى التقبه عندها هنا مشات الطبيب قالت ودي درت الجميل وعجبني وجهي واني التقبه ما عرفها شنو هي قال لي بقى كيزيروا لك حتى طلعت ديك السره هنا حولات بلاصه بالزيارة ايوا شنو راه الزيار هذا